السلام عليكم، تشاهدون في هذا الفيديو إن شاء الله موعد وتوقيت وقنوات ناقلة لمباراة فريق الرجاء الرياضي ضد فريق السد القطري، مباراة ودية استعدادا لكأس الملك سلمان للأندية التي تنطلق في الأيام القادمة إن شاء الله. ومن المرتقب إن شاء الله أن يجرى اللقاء مساء اليوم الجمعة الموافق 21 من يوليو 2023. ومن المرتقب أن تنطلق صافرة الحكم عند بداية الساعة 4:30 بالتوقيت كل من المغرب، تونس والجزائر، وبتوقيت قطر والسعودية على الساعة 6:30 إن شاء الله. ومن المرتقب أن تنقل المباراة على إحدى القنوات القطرية.